قال لا ليش انا اجلس؟ انا بروح اتجول، انا اعرف معالم الرياض كلها، بروح اتجول سياحه في الرياض. فدخلت المراه زوجته دخلت الدوره وحضرت 4 ساعات، والرجال يداور ما حصل شيء. هل حصل نتيجه؟ لا لا ما حصل. لو انت في ال4 ساعات تستفيد، هذا من عمرك تستفيد، ادخل الدوره واستفيد 4 ساعات دوره عشان تستفيد تطور نفسك. لكن اذا ما يكون عنده تغيير داخل من الداخل ينمو او يغير نفسه، او اذا يبقى على حاجتين الغالبيه والموروث، اذا كان عنده موروث يقول انا بس اللي موجود عندي بس فقط، رجل عادي جدا زي ما كثير من الناس واغلبيه الناس انهم فقط عاديين، انهم بس فقط للعمل الى البيت الى المدرسه الى المسجد بس فقط، ما يحب انه يطور نفسه او يكتشف اشياء جديده. احيانا ينتابك اذا ما تقدر تروح العمل، او احيانا تبى تروح مثلا كانت بيتهم كلهم، احيانا يمر الانسان كل يوم مدرسه كل يوم مدرسه، صح؟ يبغى ايش احيانا؟ كسب راحه ساعات، يعني يجي لمزاج الراحه انه ما يبغى يروح للمدرسه. وطبعا عنده بناته واولاده رتبتهم وكذا، وتقول لي يا ابو فلان انا ماني رايح المدرسه اليوم. كيف ما انت رايح المدرسه؟ كانه رجعت الى ايش؟ الى انها طفله، انا ما راح ماني رايح المدرسه، مزاجي متغير ماني رايح. يقول لها زوجي يلا قومي روحي المدرسه، وديها المدرسه. احيانا يمر على الانسان بعض الفتور والكسل والراحه، يبغى يجلس. بس اذا احتو جلستوا في الراحه دائما وش يصير؟ خمول، كسل. ايه كسل، خمول. وجو جربتوا اذا في وقت العمل والنشاط تغير، حمامه تصير، صح؟ حمامه، عصفوره تطير، تحلق في السماء، الش الش قيمه. واذا كان دائما حياه طبيعيه روتينيه، نوم وجلسه وخدمه بس، وش يصير؟ يصير عندك حاله من الضعف، تردد، يعني كانه ما عندك زياده في الطموح. اسوي ايش؟ هل خلق الله عبث؟ لا، تقولي لا مستحيل. هل الله سبحانه وتعالى خلقني في هذا الوقت وهذا الجيل وهذا الوقت في هذا المكان، هل هو عبث؟ لا، ما هو عبث ابدا. هناك رساله الله سبحانه وتعالى سلم شيئا، وانك تحقق هذا الرساله. الرساله ما كانت جاهزه عندك، لازم انا اكتشف الرساله. يعني بمختصر هناك ثغره، وهذه الثغره لابد ان تسد بش، لابد يسد بهذا الانسان. هناك ثغره، لابد ان اكتشف هذه الثغره. ما هذه الثغره؟ هي موهبه الانسان. اني انا عندي شيء ممكن تقول ثغرتي اربي اولادي واعتني بزوجي واسرتي، ثغره بسيطه ابديه. بس هناك ثغره، رساله الهيه لابد ان الانسان، وان شاء الله بتكتشفوها مستقبلا او نسوي دوره كيفيه اكتشاف هذه الثغره والموهبه للانسان. زين، احيانا الانسان، تفضل في احد يتكلم؟ احيانا الانسان لو سمعت صدايا يعني سوري، احيانا الانسان ما يدري وش يسوي، ما يعرف، صح؟ ناس كثير ما اعرف وش يسوي انا، طيب وش اسوي؟ انا موجود، كلي اليكم موجود. يسلم قلبه وروحه وجسده وعقله الى شخص معين، بس وجهني، ما يدري ليش، لانه ما عنده هدف، ما عندي شيء يبغى يوصله. يمر على الانسان اشياء كثيره، احيانا تبغى تقرا كتاب تستمع لي، تحطه على المكتبه ما تقراه. وش السبب؟ السبب دافعية الإنسان. إذا أنا ما عندي دافع أو مبادرة إني أغير من وضعي، إذا أنا أبقى في نفس المكان. وإذا بقيت في نفس المكان لا مشكلة، بس المشكلة عليكم أنتم، واعلموا هذا السر في الحياة، إن الحياة وهو الحياة أن تعمل عملا، شوف هذا سر الحياة، أن تعمل عملا وأن يكون له معنى بعد الحياة. مفهوم؟ اني انا اسوي عمل
وهذا العمل يكون له معنى بعد حياتي. ذكرى يعني. مو على ذكر شيء ماشي خلاص ماشي. يستفيدوا من الناس. يستفيدوا من الجميع. أما لكن الكثير من الناس ما سوى إذن مشى ورحل أسبوع أسبوعين شهر سنة صار من وإيش؟ منسي. من المنسي. صح. بعكس إذا أنت عملت عمل وهذا العمل هذه الحياة. أن أعمل عملا وبعد الحياة.